يا صباح الخير والتفاؤل والجمال على أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج ترند. الحقيقة وحشتونا جدا، وكان أسبوع طويل. أتمنى أن يكون أجازة عيد الأضحى كانت أجازة سعيدة وأجازة ممتعة عليكم جميعا. الحقيقة غبنا عنكم أسبوع، حصل في الأسبوع ده تطورات كتير، وحصل أحداث كتير، وحصل ترندات كتير هنبتدي ان احنا نسلط الضوء عليها. كمان عايز اقول لكم ان احنا عندنا النهارده مجموعه من الفقرات المتنوعه اللي هنبتدي ان شاء الله ان احنا نعرضها على حضراتكم. قبل ما ندخل في فقراتنا واخبارنا النهارده، خليني اصبح عليكم واصبح على زميلتي نسرين. صباح الخير يا نسرين. صباح الخير عليك يا عبد الرحمن، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. نتمنى نكون العيد ده قضيته فيه وقت كويس، وتكونوا اتبسطتوا كلكم، وجايب لكم النهاردة أخبار جديدة إن شاء الله تعجبكم. احلى صباح على احلى مشاهدين. وخلينا دلوقتي قبل ما نبدا في اخبارنا وفقراتنا نبتدي برسالتنا الصباحيه. رسالتنا الصباحيه النهارده بتتكلم عن جارين. الجار الاول كان جار ثري جدا، بس للاسف الشديد ما كانش بيشتغل. اما الجار الثاني كان جار فقير شويه، بس كان بيحاول ان هو يجتهد ويزرع الارض بتاعته علشان خاطر يقدر يعيش. لحد ما جه في وقت من الاوقات الجار الثري سمع ان في قطعه ارض، قطعه الارض دي او في مكان معين، المكان ده فيه الماس كتير قوي، فابتدى ان هو يبيع كل ما يملك علشان يطلع ينقب عن الالماس ده. بعد فتره ابتدى يبيع كل املاكه، وابتدى ان هو يصرف كل ما يملك علشان ينقب عن الألماس ده، لحد ما فلوسه كلها خلصت، ما كانش متبقي معاه غير قطعة الأرض الصغير الكبيرة اللي هو كان بيحاول إن هو يزرع، لكن طبعا كانت فسدت لأنه قعد فترة طويلة جدا ما يشتغلش عليها. ابتدى إن هو يبيعها لجاره الفقير البسيط اللي كان عنده قطعة أرض صغيرة وبيحاول إن هو يزرعها. فبعد فترة طويلة من الزمن ابتدى الشخص الأول الثري ده يبيع كل ما يملك لحد ما فقد كل أمواله بما فيهم قطعة الأرض اللي تنازل عنها الجار الفقير مقابل جزء من المال. جاره الفقير في يوم من الأيام وهو بيحاول إن هو يزرع قطعة الأرض دي، حاجة كده بتلمع، حاجة كده مختلفة، فابتدى إن هو يخرجها من الأرض، والحقيقة كانت حاجة مختلفة جدا لدرجة إن القرية كلها ابتدت إنها تحاول تعرف الحاجة دي ايه، لحد ما جه خبير آثار. خبير الآثار ده ابتدى ان هو يقول له ان دي اكبر ألماظة في العالم. كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في الارض بتاع جاره الغني اللي ساب قطعة الارض بتاعته وابتدى ان هو يطلع ينقب عن الألماظ بره. هي دي بالظبط حياتنا، هي دي طبيعتنا، ان احنا بنحاول دايما نلاقي التفاؤل ونلاقي نفسنا بره، مش بنحاول ان احنا ندور على نفسنا من جوه. فالرساله الصباحيه اللي احنا عايزين نوجهها لكم النهارده، لازم 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 تبتدي ان انت تدور على الحاجه الكويسه اللي فيك، لازم تدور على الالماظ اللي فيك، هتلاقيه جواك مش هتلاقيه بره. اذا انتظرت تقدير من الاخرين ستصاب باحباط تام. لازم نسعد نفسنا بنفسنا. فاحلى صباح عليكم، وان شاء الله صباحنا متفائل وعندنا مجموعه من الاخبار المتميزه جدا. يلا نسرين نبتدي اخبارنا النهارده. يلا بينا. احمد حسن وزينب يعودوا من جديد على السوشيال ميديا باعتذار تحت احنا اسفين. قرر احمد حسن وزينب ان هم طبعا زي ما احنا شايفين، وكان معانا برضو فيديو نشروه على السوشيال ميديا، ان هم بيعتذروا على كذا حاجه تناولها الفيسبوك الفتره الاخيره. طب خلينا نشوف الفيديو الاول. يلا بينا. يلا نشوف جزء من الفيديو. عليكم يا جماعه، قبل ما نبدا بس كلامنا باي حاجه او نقول اي حاجه، احنا حابين نقول لكم حاجه واحده بس في الاول. احنا اسفين جدا، يعني احنا بنعتذر لكم جدا فوق ما تتخيلوا على اي حاجه احنا عملناها، سواء انتوا شايفينها صح او غلط. بس صدقوني احنا الفتره ديت احنا في حاله نفسيه سيئه فوق ما تتخيلوا. يعني احنا دلوقتي في اكبر مرحلة من مراحل الحالات النفسية، وده بسبب ايه؟ بسبب انتقادات كتير جدا احنا بنواجهها. احنا بنواجه انتقادات من اول ما بدأنا لحد دلوقتي.
طبعا اعزائي المشاهدين، ده كان جزء من الفيديو اللي نشره احمد حسن وزوجته زي ما نسرين ابتدت انها تقول من شويه. طبعا احمد حسن وزينب هم ظاهره انتشرت الفتره الاخيره، بعد طبعا ما احمد حسن اعلن ان هو بيتربح الاف الدولارات على السوشيال ميديا، وابتدى المسلسل او القصه الهزليه تنتشر بان هو بيحاول ان هو يعني شارك حياته الشخصيه بشكل بقى ملفت للانتباه جدا، لدرجه ان هو اثار السوشيال ميديا. طبعا بعد الخروجه اللي انتشرت على السوشيال ميديا، صور اللي ابتدى ياخدها مع زوجته زينب في عيد الاضحى، بدات اثاره الجدل اللي ابتدى بعدها ان هو يعتذر على السوشيال ميديا. ويمكن يا نسرين كان اللافت للانتباه ان الحمله او الضجه الكبيره اللي حصلت على احمد حسن وزينب ان هم فقدوا تقريبا نص متابعينهم. بالظبط، كانوا عاملين هاشتاج على الفيسبوك ان هننزل صفحه احمد حسن وزينب بالصفر بعد الفيديو اللي نشروه في الاخر. ناس كتير قوي اعترضت ما بين مؤيد ومعارض، والاكثر كان المعارض، اللي هو ازاي انتوا مثلا، كان في بعض التريقه على اللي هو احنا خلاص هنسافر دبي وانتوا خلاص مش عارفه خليكوا في الزحمه. ده برضو من ضمن الحاجات اللي اثارت غضب الناس على السوشيال ميديا، فقرروا ان هم ينزلوا بهاشتاج اللي هو احمد حسن وزينب هنوصل صفحتهم للصفر. وبالفعل من 3 مليون او من 2 مليون نزلت دلوقتي اعتقد يا عبد الرحمن اليوم متابع، مليون متابع فعلا. فده طبعا بتبين قوه السوشيال ميديا، لما احنا بنقرر نعمل حاجه بنعملها. فعلشان كده برضو انتشر في الجروبات الكتير ان احنا هنوقف حاجه زي كده. في ناس كتير شايفين اللي هو لا انت مش بتقدم لنا حاجه مفيده ان احنا نشوفك، فالسبب ده هو نزل فيديو بعدها بعد الاعتذار ان هو اصلا هيرجع تاني للسوشيال ميديا ولليوتيوب، اللي هو هيكمل فيديوهات تحت بند اللي هو لا احنا بنعمل حاجه انتوا اللي طلبتوها. وساعتها قعد يتكلم في كذا حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. يعني احنا خلينا نقول ان احنا دايما في ترند بنحاول ان احنا نقول الاخبار اللي حظيت برواج واسع بغض النظر عن مدى تقبلها او رفضها. يلا بينا ندخل بقى على خبر كده من الاخبار المتفائله بقى في الصباح النهارده. كان عندنا هاشتاج بعنوان بامثالكم تنهض امتنا يا فضيله الدكتور. كانت صوره انتشرت لاستاذ دكتور شريف شحاته، ده نائب رئيس جامعه طنطا. الحقيقه بعد ما قام باحد العمليات الجراحيه كان منهك جدا، لدرجه خلت الدكتور يقعد على الارض ويبتدي ان هو بشكل عفوي خالص يسند على الحيط في احد الطرقات اللي موجوده في المستشفى. كانت صوره من الصور اللي لفتت انتباه السوشيال ميديا بشكل كان ملفت للانتباه. فطبعا كل الشكر والتقدير لكل القيادات اللي الحقيقه بتسعى انها تبذل قصار جهدها في انها تحاول تقوم بشغلها بالشكل الكامل. فده كان احد الهاشتاجات اللي الحقيقه اسعدتنا انا على المستوى الشخصي. ايه الخبر الثالث اللي معانا النهارده يا نسر؟ الخبر الثالث اللي معانا محمد اشهر مصلي في صلاه العيد. انتشرت في الفتره الاخيره لاحدى الناس اللي كانت بتصلي في صلاه العيد واحد بيصلي وكان بيصلي على عجله. طبعا طلعت اشاعات كتير زي ما احنا شايفين في الصوره، ناس كتير انتقدت وناس كتير اعترضت. ومن ضمن الاشاعات اللي طلعت ان هم قالوا ان الشخص ده او اللي كان بيصلي على العجله جاله جلطه بسبب ان الصوره انتشرت بالطريقه دي، وناس كتير اتكلمت عليها على الفيسبوك وان بناته حصل لهم مشاكل. طبعا بعد ما احنا اتاكدنا وتواصلنا معاه اكتشفنا ان كل ده مجرد اشاعات وهو كويس ومفيش اي حاجه. بس برضو السبب ان هو اصلا على ما يعني هو اللي قاله ان هو ما كانش لاقي مكان في صلاه العيد، فاضطر ان هو نيته او غصب عنه ان هو صلى على العجله. بالظبط، فدي برضو كانت معانا من ضمن الحاجات اللي انتشرت في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا. واحنا للاسف يعني نتمنى دايما ان احنا نحاول نتحرى الدقه في الحاجات اللي احنا بنعملها شير يا جماعه. يعني صورة زي كده احنا طبعا الحمد لله ان هو ما اتأذاش، لكن بغض النظر على ان طبعا اكيد هو حصل له أذى نفسي من كتر الصورة ما انتشرت طبعا بقى بالتعليقات الساخرة اللي احنا ابتدينا ان احنا نشوفها. لكن هو كان تعليقه زي ما نسرين تفضلت وقالت ان هو ما كانش يلاقي مكان، فعلشان كده ابتدى ان هو يستخدم العجلة كوسيلة ان هو يحاول ان هو يلحق صلاة العيد. ايا كان ده صح او ده غلط، لكن دي من الحاجات اللي انتشرت. دي برضو من ضمن الحاجات السلبيه اللي هي ما ينفعش تحصل، اللي هو مثلا انا لقيت حاجه معترض عليها، ايه الفكره ان انا اصور الشخص ده وان انا اظهرها على
على الفيسبوك، انا ممكن انتقد تصرف، ممكن انتقد حاجه حصلت، بس مش معنى كده انا برضو ما اعرفش الظروف اللي قدامي، فمش معنى كده ان انا اصوره هو شخصيا ووشه باين في الصوره واقعد انتقد فيه بكل الطرق، اللي انا اصلا ما اعرفش ايه السبب اللي خلاه يعمل كده. حتى لو حاجه من وجهه نظري غلط، ممكن اكون مش عارف ايه السبب اللي خلاه يعمل حاجه زي كده، ان انا اقوم ناشر صورته على السوشيال ميديا. وبعدين زي ما احنا شايفين ان اي حاجه بتبقى ترند في لحظه، يعني هو اعتقد ما فيش حد ما شافش الصوره دي في العيد، فبرضه دي حاجه مش حاجه سلبيه بالنسبه لي. صحيح. بمناسبة بقى العيد، ان شيرين انتشر كمان فيديو على السوشيال ميديا. الحقيقة حتى احنا لما ابتدينا ان احنا ننزل الفيديو ده على صفحة ترند على الفيسبوك، الفيديو خلال ساعات تقريبا تخطى حوالي 180 ألف مشاهدة تحت بند في الهاشتاج أسوأ جزار في مصر. خلينا دلوقتي كده نشوف جزء من الفيديو اللي انتشر ونرجع لكم تاني. الحمد لله الحمد لله، ربنا بيستر. طبعا اعزائي المشاهدين، زي ما احنا شفنا في الفيديو السابق، طبعا الفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا وبشكل الحقيقه ملفت للانتباه، ما بين معارض للي بيحصل ده، ان حرام ان انا اؤذي او اعذب الاضحيه بالشكل السيء اللي احنا شايفينه ده، وما بين ان هو شخص تاذى من الفعل اللي ابتدى ان هو يعمله. فحظي طبعا بسخريه واسعه جدا من رواد السوشيال ميديا. ده بالنسبه لاخبار العيد، الحاجات اللي اخذت ترند في العيد وابتدت انها تنتشر. لكن على النقيض كان عندنا ترند تاني على مستوى الوطن العربي من دوله السعوديه تحديدا، تحت عنوان الامير النائم يحظى بتعاطف الوطن العربي. خلينا دلوقتي كده نشوف صوره للامير النائم. طبعا الامير النائم او الصوره اللي احنا شايفينها دي هي صوره لاحد امراء المملكه العربيه السعوديه، اسمه الوليد ابن خالد ابن طلال المعروف بالامير النائم. وطبعا هو بيركض في غيبوبه من حوالي 14 سنه. تعرض الامير الصغير لحادث بسيارته بسبب السرعه الزايده، كان في لندن سنه 2005 وكان عمره وقتها 18 سنه، في الفتره اللي كان بيدرس فيها في الكليه العسكريه، وأصيب نتيجة الحادثة دي بالغيبوبة. وطبعا في 2015 حاولوا الأطباء يقنعوا والده إن هم يفصلوه عن الأجهزة، إلى إن والده عنده أمل إن يحدث أو تحدث المعجزة ويفوق من الغيبوبة. طبعا كل التمنيات بالشفاء لأي إنسان مريض، وكل التحية والتقدير لكل أب فعلا 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 حريص على ابنه. ونتمنى بإذن الله أن الأمير النائم يكون تحصل فعلا المعجزة ويبتدي أن هو يستيقظ من الغيبوبة بتاعته. دي نسرين كانت أبرز الترندات اللي موجودة عندنا النهاردة. خلينا أعزائي المشاهدين دلوقتي نطلع فاصل ونرجع لكم بقى بفقرة كده مميزة في صباحنا النهاردة. يعني الفقرة اللي هتكون موجودة معانا بعد الفاصل هي: لو انت عندك كرش او لو انت وزنك زيادة شوية نعمل ايه؟ نرجع لياقتنا البدنية ازاي؟ ده تحديدا اللي احنا هنعرفه مع دكتور محمد عبد الرحيم، لكن بعد الفاصل تابعونا.
مثل شعبي او مصري انتشر بشكل كبير جدا جدا، هو مثل مغلوط لكن انا واخده طبعا مثل اعلى. يقول لك ايه؟ اللي ما عندوش اللي عنده كرش احسن، اللي ما عندوش قرش اللي عنده كرش احسن من اللي ما عندوش قرش، صح كده؟ طبعا هو مثل اللي عنده كرش احسن من اللي عنده قرش، صح كده؟ ده مثل من الامثال الشعبيه اللي انا يعني واخدها كده قاعده اساسيه في حياتي، لان انا من ضمن الناس اللي عندها كرش. فاحنا بقى في فقرتنا النهارده عايزين ان احنا نلغي المثل ده خالص، ونبتدي ان احنا نعرف ازاي ننزل الكرش بتاعنا وازاي ننزل وزننا. ده تحديدا اللي احنا نبتدي نعرفه دلوقتي مع كابتن محمد عبد الرحيم. اهلا وسهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك الاول في المثل ده؟ لا المثل غلط طبعا. يعني انا من ضمن الناس اللي بتشجع المثل ده، علشان طبعا يعني عندنا كرش، عايزين بقى نعرف لا كده هننزله ان شاء الله. نعمل ايه بقى؟ اول حاجه، في 70% من تخفيف الوزن عن طريق البرنامج الغذائي الصحي. بعد كده عن طريق الرياضه، 30% عن طريق الرياضه وتمارين خاصه للاماكن اللي هي فيها زياده دهون. ماشي. فطبعا في البدايه لازم بعمل حاجه اسمها تحليل غدد، او اي مشاكل في الغدد بحاول ان انا اعالجها، بالذات الغدد الدرقيه ممكن احيانا بيبقى يحصل فيها بعض المشاكل، فلازم في البدايه بعالجها، لان هي بتبقى مسؤوله عن الشهيه وبتبقى مسؤوله عن معدل الحرق، فلازم بعالجها لو فيها اي مشكله. تاني حاجه لازم بغير الروتين اليومي بتاعي. يعني كمثال، لو انا مثلا بطلع عن طريق المصعد او عن طريق الاسانسير، لا ممكن اطلع على السلالم افضل، ده بيزود معدل الحرق عندي. ماشي. بالنسبه لو استعمال السياره او استعمال العربيه، لو في ممكن مكان قريب شويه بحاول ان انا بمارس رياضه المشي. بالنسبه برضو للدراجه بستخدم الدراجه او العجله في اي مثلا حاجه، ده بالنسبه للروتين اللي هو الايه اليوم. بعد كده بشوف البرنامج الغذائي اللي انا همشي عليه. البرنامج الغذائي يفضل ان هو يكون فاكهه، يعني عباره عن الفواكه الخضروات. طبعا بزود نسبه شرب الميه يوميا من 2 لتر ل 3 لتر. بعد كده بقلل السكريات، بقلل المياه الغازيه، بقلل نسبه الدهون في الاكل بتاعي. ماشي. يعني دي ابرز الحاجات الاساسيه. دي الاساسيات. ايوه. في كرش. طب خلينا بقى كده نقول، طبعا كابتن محمد هو يعني مدرب لياقه بدنيه. اول يا كابتن، ما حد بيبتدي ان هو يجي يعمل تريننج معاك، ايه اولى الحاجات او الخطوات اللي بتبتدي تعملها معاك؟ لازم اخد قياسات الجسم. طبعا باخدها بالسنتيمتر، او بشتغل على حاجه في جهاز اسمه امبادي. جهاز الامبادي بيبين لي نسبه الفات ونسبه الميه الموجوده بالجسم، بجانب نسبه العضلات في الجسم، سواء اعلى الجسم او اسفل الجسم، والاماكن اللي هو اماكن اللي بيبقى فيها زياده دهون. فبالتالي انا بعرف ازاي هشتغل على الموضوع ده. كمثال، لو عندي نسبه الميه عاليه في جسم الانسان، نسبه الميه المحتبسه في جسم الانسان، ماشي، بشرب، بحاول ان انا بكتر شرب الميه. كتر شرب الميه هو بيساعد على حرق الدهون، وبيساعد على تنزيل السوائل المحتبسه داخل الجسم. ماشي. بالنسبه لو زياده الدهون، لا تعالى بقى بعمل لك برنامج كارديو. برنامج كارديو اللي هو مثلا الكارديو عباره عن المشي، عباره عن، شوف الاجهزه اللي موجوده في الجيم، الدراجه، الكروس ترينر، يعني في كذا جهاز بقدر ان انا اشتغل عليه. ماشي. ده اللي هو بينزل الوزن. ماشي. بعد كده بنتكلم طب خلينا الزومبا والايروبكس برضو تقريبا بيزود طبعاً. جدا دي من ضمن تمارين الكارديو، صح؟ طبعا. دي التمارين دي بتعلي مستوى معدل ضربات القلب. فمعدل ضربات القلب عندي بيزيد لحد معين، بيبدا الجسم ان هو بيحرق الدهون. ماشي. في عندي حاجه بشتغل على مدرب الشاطر اللي يقدر يشتغل على معدل ضربات القلب. معدل ضربات القلب في كل انسان حسب العمر بتاعه. كمثال، في 220، في معادله انا بعملها، 220 ناقص عمر الشخص اللي هو كم، يعني 220 مثلا عندنا شخص يبلغ من العمر 30 سنه، 220 ناقص 30 بيساوي 190. ماشي. ده اقصى معدل ضربات القلب انت بتعمله في اقصى مجهود بدني بتشتغل عليه. ماشي. باخد الرقم ده بضربه في 70 على 100،
وليكن 70 على 100 هيبقى معدل ضربات القلب اللي الجسم بيبدا يشتغل فيه او يحرق فيه 133 ضربه في الدقيقه. من بعدها بقى بتقرر التمارين الرياضيه اللي هو هيقدر يعملها. طيب سؤال تاني، في بعض الاكلات او المشروبات اللي هي بتزود الحرق او بتزود حرق سعرات الحراريه الموجوده او الدهون، ايه هي مثلا نقدر ننصح بيها المشاهدين اللي هو يقدر يشربها فتزود نسبه الحرق عنده؟ اول حاجه في الشاي الاخضر، الشاي الاخضر ده مهم جدا. تاني حاجة المية، والمية متاحة لأي حد إن هو يشرب مية باستمرار. طبعا تشرب من لترين لتلاتة لتر يوميا، بتزود معدل الحرق بجانب إن هي بتنزل السوائل المحتبسة في الجسم. ماشي، في القرفة، في الجنزبيل، في عصير الأناناس. بس هي ممكن برضو بشرب القهوة قبل التمرين بنص ساعة بدون سكر. سمعت برضو ان القهوه بتزود الحرق يعني. طبعا لانها فيها كافيين فبيزود معدل ضربات القلب وبيرفع ضربات القلب. طب يا كابتن ده انا بشرب قهوه كتير كل يوم مفيش فايده. لا بتشرب قهوه بسكر بقى. طب بالنسبه للناس اللي هي بتقول انا هعمل دايت بس من غير رياضه، فدي تنصحهم بايه؟ يعني انا اعتقد ان المفروض بيبقى ليها حسبه تانية، ما ينفعش دايت بس. ف لا، هو في البداية ممكن الجسم هينزل، يعني تبع خبرتي ان الجسم هينزل بس هيجي عند حد معين وهيثبت. فانت لازم تشتغل على الرياضة، يعني مش اقل من 45 يوميا، من 45 ل 60 دقيقة يوميا. طب خلينا دلوقتي نقول ان دلوقتي في ناس بتتمرن كل يوم، في ناس بتتمرن 3 ايام في الاسبوع، في ناس بتتمرن مرتين، في ناس بتتمرن مره. هل المدرب نفسه هو اللي بيعمل الخطه اللي بيمشي عليها الشخص اللي عايز وزنه ينزل او اللي عايز يبقى فيتنس، ولا الموضوع بيكون ازاي؟ والله حسب الشخص اللي جاي. يعني في شخص يقول لك لا انا ما اقدرش اجي خميس او خميس وجمعه، او حسب اليوم بتاعه. بس انا بنصح المفروض 5 ايام مع يومين راحه، او 3 ايام بعدهم يوم راحه، 3 ويوم راحه. يعني 3 ايام تمرين فتره يوم راحه يفضل. خلينا نقول دلوقتي نقطه، ان احنا دلوقتي عندنا ظاهره للاسف شديده جدا ان في زياده في الوزن بشكل لافت للانتباه. اغلب الشباب فعلا بقت خلاص بقى عندها كرش، بقى مشكله عامه عند اغلب الشباب. ايه اللي احنا نقدر ننصحه للشباب اللي لسه مش قادرة انها تمارس رياضة؟ ممكن نقول لهم ايه وهم موجودين في البيت يعملوا يخفف من خطورة المشكلة دي؟ اول حاجة ابعد عن الفاست فود، الوجبات السريعة. الوجبات السريعة دي كلها معمول بدهون، بيبقى فيها نسبة دهون عالية، بيبقى فيها نسبة الملح عالية، فطبعا لازم يبعد عنها. يبعد عن المياه الغازية، يحاول بقدر الامكان يعني يغير روتين حياته زي ما قلت لحضرتك، ان هو يعني ينسى الكسل، لا لازم يبقى في حاله نشاط شويه، يخرج يتمشى، يعني يفضل يغير روتين، يستبدل كل الحاجات دي اللي هو العجله، ان هو يقدر يمشي اكتر. يعني حتى لو مش هيقدر يروح الجيم كل يوم، ممكن بدل ما هو يركب ممكن يروح يتمشى الطريق ده. طيب بالنسبه، في ناس كانت بتتكلم عن حاجه اسمها ووتر فاستنج او صيام الميه، اللي هو انا همتنع عن الاكل فتره معينه، دي فكرتهم، او همتنع عن الاكل، همنع نفسي تماما في مقابل ان انا اخس، اللي هو الرجيم دايما اللي بيبقى القاسي، او مش شرط الاكل بس، او انا هاكل اكله معينه هي اللي هتخليني خلاص اخس. حضرتك بتنصح بحاجه زي دي، ولا شايف ان لا يبقى الاكل زي ما اتفقنا؟ هو الصيام عامه بينزل الوزن. ماشي، بس طبعا هو بيبقى قاسي شويه، فده بيسبب بعد كده ممكن مشاكل في الكلى، وبيعمل حصوات وممكن بيبقى اصعب بالنسبة طبعا. فبالنسبه للاكل اللي هو يقدر ياكله، طبعا الالياف، احنا اتكلمنا على الالياف، اللي هي الالياف زي الفواكه زي الخضروات، اللي هي بتتمدد، بتنزل المعده، بتتمدد في المعده، فبتحسسك ان انت مش بتحسسك بالشبع. فبعد كده انت تقدر مثلا تخلي السلطه قبل الاكل، يعني تخلي السلطه قبل الاكل، بحيث ان انت خلاص حسيت بالشبع، بعدين ممكن تاكل حاجات بسيطه، نشويات بسيطه، سكريات بسيطه، ما فيش مشكله، بنقلل نسبه السكريات والنشويات اللي انت بتاكل. طب يمكن يا كابتن دلوقتي انتشر في كتير جدا من الجيمات ان هم بيبتدوا يدوا بعض الحقن، او بيدوا بعض البروتين، او بعض الشوكليت اللي يبتدوا ياكلوها علشان بقى يبقى جسمهم فيتنس، او عشان ينزلوا بسرعه. عايزين اول نعرف الحاجات دي توظيفها ايه، وايه الضرر اللي بيعود على
اللي بيستخدم الحاجات دي، او هل هي اصلا مفيده ولا ضاره؟ لا ضاره طبعا، في حاجات ضاره. يعني حضرتك بتتكلم على الحقن اللي هي الهرمون، طبعا الهرمون انا ما بنصحش بيه تماما، ماشي. في بعض الدكاتره يعني هو ممكن بتنصح بيه، بس بيبقى عن طريق تحاليل معينه بيعملها الدكتور، بعد كده بيديك الهرمون ده يعني حسب التحاليل اللي موجوده قدامه. بالنسبه للبروتينات وكده فهي مكملات غذائيه، بس المكملات الغذائيه بيفضل تشرب ميه كتير عشان هي بتعمل ترسبات على الكلى. طيب اتفضلي. ايه الرياضيات او الحاجات اللي احنا نقدر نعملها في البيت اللي هي تخسسنا؟ يعني مثلا يمشي على ايه في اليوم؟ مثلا في بدايه اليوم ايه التمرين اللي انا اقدر اعمله يخليني مثلا وزني ينزل شويه؟ تمارين في البيت؟ لو في بعض التمارين ممكن تبقى في البيت ان هو يقدر يعملها، الناس اللي مش هتقدر مثلا تروح الجيم كل يوم او عندها ممكن تمارين القفز، ممكن تمارين حرق دهون البطن، دهون البطن، ممكن تمارين للجوانب، ممكن تمارين سكواد، ممكن تمارين الضغط البوش اب. الافضل بيكون الصبح ولا بالليل ان هو يبدا الرياضه تكون الصبح لا ولا بالليل؟ هي هنا بقى الحرق بيزيد، في هنا بقى اختلاف بالنسبه معدل الحرق بيزيد بيبقى الصبح بدري على غيري، يفضل نمارس تمارين الكارديو على غيري، ماشي. وتمارين البطن، تمارين البطن على غيري مفيده جدا بحيث ان معدل الحرق الصبح بيكون افضل. بالنسبه لتمارين بناء العضلات او تمارين الحديد او التضخيم يفضل في نص اليوم، بتكون واكل قبلها من ساعتين لثلاث ساعات عشان التمرين تبقى قوي. طب خلينا بقى نقول احنا طبعا كان نفسنا بقى المره الجايه ان شاء الله توعدنا ان احنا بقى يا نسرين نيجي هنا نطبق عمل ان شاء الله زي الرياضي، واحنا زي الرياضي ونبتدي بقى ان احنا نعمل كده، ومشاهدين معانا بقى خلاص نبتدي بقى ان احنا نعمل كده حاجه رياضيه. طب دلوقتي عايزين كده نقول لو احنا كده جينا نقول للشباب واحد اثنين ثلاثه اربعه علشان خاطر اقدر اتخلص من الكرش بشكل مبدئي، ممكن نعمل ايه؟ تمشي يوميا 45 دقيقه، تشتغل على تمارين البطن، تقدر كمان تظبط اكلك، تظبيط الاكل اهم حاجه يعني 70% زي ما قلت لحضرتك. طب خليني معلش هقطعك هنا ونسال برضو سؤال تاني مرتبط بنفس الجزئيه دي. تمام. هل اثناء ما بتعمل تمرين لياقه بدنيه بيكون ملزم المتدرب بنظام غذائي معين؟ يعني في وسط التمرين؟ لا ولا مش في وسط التمرين، يعني هو دلوقتي حضرتك عامل برنامج تدريبي معين هو شغال عليه لمدة شهر، هل بالتوازي مع البرنامج التدريبي ده بيكون فيه نظام غذائي ولا بيكون كل لازم دورك في لازم يكون في برنامج غذائي، لازم يكون في برنامج غذائي ماشي عليه، ماشي. بيبقى فيه عبارة عن مثلا ثلاث وجبات، الفطار، وجبة الفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء، ماشي. احنا بنقسمها ازاي؟ وليكن ان وجبة الفطار بيكون مثلا بياض بيض، ممكن مع جبنه التوست اللي هي قليله الدسم، ممكن مع العيش اللي هو الاسمر، ممكن باجي في وجبه الغداء بشتغل باكل مثلا بروتين زي مثلا صدور الفراخ بس المشويه، تكون بدون زيت، تكون بدون زيت بدون ملح، ممكن باكل سمك مشوي، ممكن سمك او سمكتين مشويين. بالنسبه للعشاء يفضل وجبه العشاء تكون سلطه خضار، سلطه فاكهه، ممكن بيبقى فيه زبادي مع خيار وكده. طيب لو قلنا دلوقتي للسادة المشاهدين ابتعد عن ايه؟ اكلات معينة، ايه الاكلات اللي هو يبتعد عنها اللي هي بتزود الوزن؟ المياه الغازية، النشويات، طبعا الرز، المكرونة، الحلويات. طب ما هو ياكلوا ايه؟ انت يعني صعبة قوي علينا، يعني ازاي انا اقدر اعيش لو من غير حلويات؟ لا انت ممكن تاكل، بس حاول يعني في البداية بتقلل النسبة اللي انت بتاكلها، بحيث بعد كده الجسم هو من نفسه يعني هيبقى رافض الحاجات دي او بيقلل من يعني. طب خلينا نقول المعدل البسيط اللي نقدر نوازن، لا هناكل كتير ولا هناكل قليل. المعدل وزن ازاي يعني؟ عايزين كده معدل بسيط. السعرات الحرارية اللي موجودة يعني في الجسم، اللي هو كل جسم بيبقى ليه كالوريز معينة أو سعرات حرارية معينة، نعرفها ازاي دي أول حاجة. تاني حاجة احنا بقى نبدأ نحسبها ازاي، نحسب ازاي ان الأكلة دي لا دي هتزود أو سعراتها الحرارية هتكون كبيرة، فنقدر نحسبها ازاي الحاجة زي كده؟ والله ده بقى لازم دكتور تغذية هو اللي تخصص دكتور تغذية هو اللي بيتكلم بالسعرات الحرارية. بالنسبة لنسبة معدل السعرات الحرارية اللي حضرتك اتكلمت عليها، في أجهزة حديثة اللي قلت عليه في الأول، في أجهزة حديثة بتقدر تحدد السعرات الحرارية اللازمة إن أنت تحرقها يوميا. يعني نقدر نقول برضو إن دورك كمدرب لياقة بدنية هو مكمل لدور طبيب التغذية. طبعا هو من الناحية الغذائية وأنت من الناحية البدنية أو من الناحية التأهيلية. طبعا صحيح؟ طيب عايزين برضو كده
يعني عايزين، في مشكلة بتحصل لنا دلوقتي كلنا، إن أغلب الشباب بيشتغل ويرجع ياكل وينام. هل ده سبب من الأسباب فعلا لزيادة الوزن والكرش؟ طبعا يفضل ما تنامش الا قبل، يعني بين في فتره بين فتره الاكل وبين فتره النوم من 3 الى 4 ساعات، لان الاكل المباشر وتنام ده بيسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وبيزود الوزن عندك. طب عايزين بقى دلوقتي برضو ندي كده روجيتا للساده المشاهدين، نعمل ايه عشان نبتدي نحافظ على وزننا؟ نعمل ايه عشان نبتدي ان احنا نحافظ على لياقتنا البدنيه؟ زي ما قلت لحضرتك، هتستمر على البرنامج الغذائي ده لمدة شهر، بالنسبة للمشي من 45 دقيقة ل 60 دقيقة يوميا، بجانب انك بتعمل تمارين حرق دهون منطقة البطن، حرق دهون منطقة الجوانب، التمارين اللي قلت لحضرتك عليها. ويفضل لو تشوف جيم افضل، لان هيكون في اجهزة المقاومة اللي هي اجهزة الحديد، اللي هي عن طريقها برضو بتحرق سعرات حرارية وبيخلي شكل الجسم مظبوط. في بعض البنات بتخاف من ان هي تشيل حديد في الجيم اللي هو الدمبلز والحاجات دي، فدي كان في بقى نقاشات عليها كتير. هو واحده بتقول لا انا لو شلت طب انا كده هيطلع لي عضلات، ناس تانية تقول لا ما هو ما دام انت ما بتاخديش اي اللي هو الادويه او الحاجات دي لا مش هيطلع لك عضلات وكل الكلام ده. فاحنا عايزين برضو نعرف ايه فكرتها، ليه في بعض الجيم يقول لك لا خلاص شيل دمبلز وتمام، وناس تانية تقول لا هيبقى خطر. فحضرتك شايف ايه؟ هي عشان تروح جيم هيكون تحت اشراف مدرب، المدرب عارف امتى يزود السايز بتاع العضله او السايز بتاع الجسم وامتى هينزل السايز بتاع الجسم. هتزود العضل بتشيل اوزان تقيله، بيكون التكرارات من 8 الى 12 عده بس، طبعا بجانب البروتين وبجانب بدل ما بياكل 3 وجبات في اليوم لا ممكن بياكل 5 وجبات 7 وجبات. فهو الشخص المدرب هو المسؤول عن النقطه دي. بالنسبه لتخفيف الوزن، طبعا في الجيم ممكن اشيل وزن الخفيف مع تكرار، فهو ده اللي بيحرق سعرات حراريه وبيخلي شكل الجسم متناسق. طب عايزين برضه، هو السؤال ليس ساذج لكن بنأكد عليه، عايزين نقول لكل شاب بيشوفنا دلوقتي، ليه يعني ايه الاستفاده اللي انا هستفيدها واقعيا، ليس من الناحيه الرياضيه فقط ولكن من جميع النواحي لو انا رحت الجيم؟ اول حاجه بتمد الجسم بشكل متناسق، تاني حاجه بتمد العضلات بقوه، تالت حاجه بتحافظ على المفاصل، بتحافظ على العظام، طبعا بتعالج الاكتئاب، الرياضه بتعالج الاكتئاب، طبعا بتقلل من الاصابه بامراض القلب، السكر، الضغط، الكوليسترول، السرطانات. فالرياضه بتغنى عن جميع الامراض دي، او اللي هي بتقلل الاصابه بالامراض دي. طبعا بالنسبه للنوم وكده بتعدل النوم وبتخلي ان مفيش حاجه اسمها ارق. طيب كابتن محمد، طبعا من النماذج الشبابيه اللي فعلا فاعله في المجال بتاعها مش في مصر بس لكن في بعض الدول العربيه، عايزين بقى ناخد كده خبرتك بما انك اشتغلت في مصر واشتغلت في دول عربيه، مظبوط كده؟ تمام. طيب قارن لنا بقى كده بين كرش راجل مصري وكرش راجل عربي. لا بالنسبة أني الأصحاب؟ لا بره. الكويت عامة هي تاني دولة. أنت اشتغلت في مصر وفي الكويت؟ تاني أكبر دولة في مستوى السمنة هنا في مصر. أول دولة؟ لا، أو أمريكا. أمريكا معقول؟ أمريكا طبعا. أمريكا بعدين الكويت. طب إحنا رقم كام؟ لا إحنا رقم 70. طب الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله. بس فهنا الناس عامة بطبيعتها رياضية، يعني طبعا ما فيش مصاعد او المصاعد قليلة، طبعا هناك الجو طبعا صعب، ف ما يقدرش يمشي فهو بيستخدم عربيات. هنا في مصر لا الجو كويس فبقدر ان انا امشي، يعني في حاجات متاحة قدامي كتير بقدر اعملها هنا. بس طب خلينا اتفضل. كنت اقول اعتقد يعني هناك برضه ثقافه الرياضه وكده منتشره اكتر. طبعا. لا لا لا، الكويت على مستوى الدول العربيه ودول اسيا هي يمكن رقم واحد في لعبه كمال الاجسام وفي اللياقه البدنيه. انتشار كبير جدا للمعاهد الصحيه هناك وفي اهتمام عالي يعني. طب ازاي يعني، خلينا نقول بقى ان في فرق طبعا ما بين الكرش وما بين الترهلات. ايهما اكثر صعوبه وازاي ننزلها؟ الكرش سهل انه ينزل، الترهلات بتبقى صعبه احيانا انها تنزل، طبعا عن طريق العمليات اللي في بعض الدكاتره بتنصح بالعمليات الجراحيه، بس انا
ما انصحش بالعمليات الجراحيه. بيبقى في تمرينات لشد الجسم برضو، يعني ممكن حد يقدر يعملها. ممكن الاكوا ايروبيك، تمارين الاكوا اللي هي ايروبيكس والزومبا. الايروبيكس دي بتبقى صعبه قوي، صعبه ولا ايه؟ لا الاكوا الاكوا ايروبيك تمارين شد الجسم. خلينا نشوف دلوقتي بعض التدريبات واشرح لنا كده التدريب ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. تمام، التمرين ده عباره عن تمرين لمنطقه الخصر او منطقه الجوانب. ده بشتغل على منطقه الجوانب بس تكرار. فده بيحرق المنطقه اللي موجوده هنا. طب تقريبا ده مارس وقت قد ايه؟ وقت ممكن شهر. لا اقصد في اليوم في التمرين الواحده، يعني كم عده او كم حاجه؟ ممكن بشتغل من 3 ل 4 مجموعات. بشتغل 15 عده، كل مجموعه 15. يعني لو حد هيمارس التدريب ده في البيت يمارسه 15 عده من 3 ل 4 مجموعات. ايه التدريبات التانية اللي ممكن كده يمارسها على يعني الصبح تكون بالنسبة له سهلة في نفس الوقت يقدر ان هو يكون بيمارس فعلا رياضة؟ رياضة المشي. انا يعني هي المشي. الرياضة الوحيدة اللي انا بقدر طبعاً اعملها طبعا هي سيفتي وخلال المشي السريع برضو بيحرق دهون، ورياضة اللي هي شد منطقة البطن. ده افضل وقت انك تحرق الدهون اللي موجودة على منطقة البطن. طب خلينا بقى نشوف التدريب الثاني ده. ده سيركت. ده بينمي عناصر اللياقه البدنيه، مدخل فيها عناصر القوه، عنصر القوه، عنصر السرعه، عنصر التحمل، عنصر التحمل الدوري التنفسي زي ما حضرتك شايف. معناته تمرينات ثانيه او تدريبات ثانيه؟ في منطقه البطن برضو. خلينا دلوقتي المخرج الجميل بتاعنا بيظبط لنا الفيديوهات. طيب خلينا نشوف التدريب اللي بعد كده. تمام. ده بستخدم كره طبيه وزنها 4 كيلو في تمارين للبطن. ده تمرين بيشد البطن صح؟ بيشد البطن، منطقه البطن العلويه. طيب هو في حكمه معينه من الكوره دي ليها وزن على اساس ان في حد في البيت ممكن يستبدلها بحاجه ثانيه؟ مفيش مشكله، حتى انت ممكن في البدايه بتستخدم بدون وزن، ممكن تشتغل بدون وزن. طب عايز برضو اسال هنا سؤال، اللي بيمارس الرياضه يبتدي ممارسه اي حاجه من اللي بيشوفها على الهواء ولا الموضوع بيبقى تدريجي؟ يعني لازم تدريجي. انا افتكر ان انا لما رحت الجيم كده للاسف الشديد طبعا، واتمنى ما اكونش قدوه في الموضوع ده، من حوالي سنتين تقريبا اول يوم رحت الجيم بعدها فضلت ميت في البيت. لا يمكن عشان البدايه طبعا كانت حاجه صعبه. لا في البدايه انت طبعا بيبقى تدريجي، زي ما قلت لحضرتك لازم يكون تحت اشراف مدرب، لان هو هيبقى فاهم، هيحط لك اوزان معينه. تمام. هيبدا البدايه بتاعته ازاي، وطبعا هو في كل حاجه في البدايه فيها تعب. طب خلينا نشوف بقى التدريب ده. ده تمرين لمنطقه السمانه، واللي قبله كان منطقه الخلفيه. تمارين مقاومه طبعا. ده بتقوي الرجلين وبتشد منطقه الارداف. طب عايز برضو هنا اسال سؤال، هل انا كحد دلوقتي عايز يبقى فيتنس في يعني ويظبط كده جسمه، هل لو جسمه زياده بيبتدي التدريبات دي على طول، ولا الاول بنقلل معدل الوزن والزيادات اللي موجوده فيه، بعدها نبتدي بعدها مرحله بقى التأهيل البدني ان هو يبقى فيتنس؟ لا في البدايه بنزل وزن الاول عن طريق الكارديو وتمارين اللياقه البدنيه وخساره الوزن. بعد كده بدخل الحديد طبعا حسب الوزن، يعني في مثلا بيجي له وزن 150 كيلو 160 كيلو، فطبعا مش من اول شهر او من ثاني شهر بدخله حديد، لا حسب ما الوزن ينزل لوزن مثالي، بعدين بدخل تمارين المقاومه او تمارين الحديد ان هي تشد الجسم وان هي تخلي شكل الجسم متناسق. طيب انا دلوقتي وصلت للوزن المثالي خلاص، ووصلت للوزن اللي انا عايزه وخسيت، ازاي بقى احافظ على الوزن ده؟ ان ولا اقل ولا زيد عن كده، ازاي اقدر اعمل ايه عشان افضل محافظ على الوزن ده؟ طبعا البرنامج الغذائي رقم واحد، المواظبه مستمر عليه. المواظبه على التمارين الجيم، طبعا كسر روتين الحياه اليومي زي ما قلت لحضرتك بالظبط. لكن هيفضل ماشي مش هيخس بقى بعد كده ولا ايه؟ عشان في ناس بتوصل لحاجه بتفتكر هو لا انا كده خلاص تمام نزلت الوزن معين مش هكمل، لا فبيرجعوا تاني. حسب نسبه الدهون اللي لسه موجوده في الجسم. حسب نسبه المياه اللي لسه موجوده في الجسم، وعامه كل ما يكتر السايز بتاع العضله، يعني كل ما تشتغل تمارين الحديد طبعا ده بيحرق سعرات حراريه اكبر،
فبينزل الوزن، وفي نفس الموضوع بيزود حجم العضلة. طب خليني هنا أسأل، هو الوزن المثالي بيكون تقريبا في نفس الطول ناقص 100 زيادة 10 يعني لو طولك أقل صح؟ لو الطول 170 بتشيل ال 100، يبقى الوزن 70 بتزود 3 أو بتنقص 3، يعني 3 مش 10. لا 3. يعني 3 مش 10، عشان دي برضه معلومة بنأكد للسادة المشاهدين عليها. يبقى فوق الثلاثة أنا ابتديت في مرحلة إن أنا في زيادة بسيطة عندي. إمتى بقى إن أنا أقول إن في مشكلة؟ لما أبقى الزيادة عندي تفوق إيه؟ تكون أكتر من إيه؟ هو ده بتبان في زي ما قلت لحضرتك إن في أجهزة هي بتبين الكلام ده كله. ماشي، طبعا بتزيد فوق الثلاثة بيبقى في مشكلة. فعشان أنت تعرف سبب المشكلة، ممكن زيادة دهون، ممكن زيادة المية، ممكن زيادة في العضل، يعني العضلات برضو ما بتوزن. فأنت ممكن تفكر إن زيادة العضلة دي هي زيادة وزن. ماشي، هي زيادة وزن وكل حاجة، بس ما فيش مشكلة زيادة العضل. ماشي، ففي أجهزة حديثة بتبين المشاكل اللي موجودة في الجسم، بعد كده أنت بتقدر إزاي تعالج المشاكل اللي موجودة دي. طب خلينا بقى نقول دلوقتي آخر رسالة للسادة المشاهدين والنصائح اللي بتوجهها لهم خلال حلقة النهاردة، على امل ان شاء الله ان يكون في بقى حلقه تبتدي بقى نجرب هنا عملي. انا جاهز. اول حاجه يعني ازاي تحافظ على جسمك، ازاي تحافظ على وقت نومك. وقت النوم يبقى 7 لـ8 ساعات. الميه من 2 لتر زي ما اتفقنا لـ3 لتر. حاول تقلل من النشويات، تحاول تمارس، تشوف رياضه معينه كويسه تمارسها، زي ممكن كرة القدم، كرة السلة، ممكن تمارين المشي. حاول بعد كده تنام في أوقات معينة لازم تنام فيها. ممكن أفضل وقت إنك تنام فيه من 11، من الساعة 11 للساعة 6 الصبح، عشان معدل الحرق بيبقى يتظبط إما بتنام في الوقت من 11 للساعة 6. بالنسبة للجيم، أفضل حاجة إنك تروح الجيم. طيب يعني دي كانت، طبعا بشكر كابتن محمد شكرا جزيلا على كل النصائح وعلى كل الرسائل اللي ابتديت توجهها للساده المشاهدين، وانا شخصيا استفدت، وان شاء الله باذن الله امشي على نصائحك، وتابعني بقى يعني تابعني كده وشجعني ان شاء الله علشان ايه نقدر ان احنا نظبط جسمنا. طبعا نسرين انا بحقد عليها، بسم الله ما شاء الله مهتمه بنفسها، انا اللي محتاج شويه اهتمام. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. وهنا اعزائي المشاهدين، كابتن محمد بقى غير المثل اللي انا غلطت فيه في بدايه الحلقه، اللي هو بيقول ايه، اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش. لا، دلوقتي بقى اللي عنده كرش هو اللي ما يسواش قرش. يلا بسرعه ابتدي بقى اسمع الفقره دي وابتدي طبق كل حاجه موجوده فيها علشان العقل السليم في الجسم السليم. خلينا دلوقتي نطلع بقى نطلع فاصل ونرجع، عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا، وخلينا نشوقكم كده. لو انت عندك ضغوط، عندك مشاكل، ازاي تتحكم في الضغوط وازاي تقضي على المشاكل، ده تحديدا اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد الفاصل.
صباح الخير على كل المشاهدين، ورجعنا لكم تاني. معانا دلوقتي موضوع من الموضوعات المهمه جدا. للاسف الشديد شبابنا المصري وشبابنا العربي دلوقتي عنده حاله من التخبط، ما عندوش هدف واضح في حياته، مش عنده رؤيه او رساله او حلم بيسعى وراه، علشان كده حاله التخبط دي موجوده. في ضغوط نفسيه كبيره ومشاكل بتواجه الشباب، يا ترى ازاي نقضي على الضغوط دي او نتحكم فيها، وازاي نقضي على المشاكل ده تحديدا؟ الفقره دي هتجاوب على السؤال ده. لكن خليل الاول ارحب بدكتور احمد صبحي عبد المجيد، المحاضر الدولي لعلوم الصحه النفسيه والتنميه. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بيك. خليني برضو ارحب بالمحاضر الدولي استاذ اسامه محمد. اهلا وسهلا يا استاذ اسامه. اهلا وسهلا. خليني ابدا باستاذ اسامه. أستاذ أسامة، دلوقتي الشباب عندها حالة من التخبط، مش عارفين يحددوا هدف معين في حياتهم، تفتكر إيه السبب الرئيس في ده؟ أولاً لازم ما أتكلم عن موضوع الأهداف، عايز بس أقول الأول يعني إيه كلمة هدف. هدف أنا همثلها بحاجة بسيطة جداً، معناها نقطة بداية ونقطة نهاية. نقطة البداية بتقول لي إن أنا في الحتة الفلانية عايز أوصل لنقطة النهاية. في سبيل ده لازم اكون انا عارف انا خطواتي هوصل لايه قدام عشان اقدر اوصل لنقطه النهايه. صحيح. فده هيستلزم مني ايه؟ هيستلزم مني ان انا اكون عندي العلم وعندي الخبره وعندي المعرفه. طب هل كل واحد فينا عنده العلم والخبره والمعرفه؟ اكيد لا. اكيد لا. ليه؟ لان طبعا خبراتنا في الحياه بتبقى على كل واحد على حد المرحله اللي هو موجود فيها. طيب اول حاجه اللي بيسبب الاسباب ان هو موضوع التخبط، واحد انه مش محدد هدفه، مش عارف هو عايز يروح لفين. تاني حاجه هو مش عارف يقدر عن طريق الخبرات البسيطه اللي عنده ان هو يحدد الهدف ده. طيب تالت حاجه هو مش عارف يحدد هدفه ازاي. طيب نوصل بعد كده بقى لجزئيه مهمه جدا، هحل ده ازاي؟ اللي انا همثلها بحاجه بسيطه خالص، حته المتاهه، جزئيه المتاهه. انا لما اجي احل مشكله المتاهه بعمل ايه؟ بمسك الخيط من الاول واقعد الف مع المتاهه لغايه ما اوصل للنهايه. طب انا عملت ايه هنا؟ انا شايف نقطه البدايه بالنسبه لي وشايف نقطه النهايه. تمام؟ مع المتاهه اللي شغاله انا فيها ديت بوصل ان انا مركز وماشي بالقلم عشان اوصل ان انا ايه؟ وصلت للنهايه. معنى كده ان انا لازم اول حاجه بنعمل حاجه اسمها الاهداف الذكيه. الهدف الذكي. طب الهدف الذكي دوت مواصفاته ايه؟ اول حاجه لازم يكون محدد، عندي هدف معين محدد. ايه هو؟ مثلا انا عايز حاجه بسيطه بنعملها كل يوم، عايز اروح الشغل. قمت عايز اروح الشغل، ففي خطوات. الخطوات ديت ان انا بهيئ نفسي الصبح وبعد كده انزل اخد المواصله بتاعتي لغايه ما اوصل للهدف النهائي ان انا اوصل للشغل. طيب ده هدف صغير، هل في هدف مرحلي اخر؟ هدف في مرحله، هدف مرحلي اخر. ايه هو؟ اللي انا دلوقتي عايز اوصل في الشغل دوت لمرتبه اعلى. فابتدي ان انا اجتهد في الشغل، ابتدي ان انا مثلا اطور نفسي ذاتيا، ابتدي ان انا مع حضرتك. يبقى لازم احدد حاجه اساسيه، هدف اساسي، موضوع معين ان انا اقدر امشي فيه. تمام. طيب ده بالنسبه للجزء حته الايه؟ التحديد، اللي هو بيسموه السمارت جولز. اول حاجه الاس معناها سبيسيفيك، لازم يكون محدد. طيب تاني حاجه لازم يكون عندي مقياس ليه، عارف انا بدايتي فين ونهايتي فين، اللي هو بيسموه الميجرابل. يعني ايه الميجرابل؟ يعني مقاس. فلازم اكون محدده وعارف انا رايح فين وجاي منين. طيب ثالث حاجه اللي بيسموه طبعا سمارت، اس ام، الار معناها رياليتي، يعني حقيقي، يكون واقعي، حقيقي واقعي. يعني ما يكونش شيء خيالي ما اقدرش ان انا اتعامل معاه، ما اقدرش ان انا يقدر في وقت من الاوقات يعجزني ان انا اقدر اشتغل فيه. فوق امكانياته او فوق مهاراته الشخصيه. بالظبط. زي مثلا بيقول لحضرتك ايه؟ انا عايز ابقى طيار. طب انت امكانياتك ايه؟ طب انت هل اجتهدت وعملت عشان تقدر توصل لده؟ طب نوصل للجزئيه اللي بعد كده. احنا قلت سمارت، الاس سبيسيفيك، الام ميجرابل، الار اللي هي رياليتي، سمارت، التي اللي هو تايملي. تايملي يعني ايه؟ محدد بوقت. دايما يبقى لازم يكون عندي وقت. ولذلك عشان اقدر اوصل للهدف لازم اكون عارف وقتي فيه قد ايه. طيب فهل في اهداف صغيره واهداف كبيره؟ وهل في اهداف مرحليه؟ في الهدف الاساسي الرئيسي بتاعي
لازم بدي نصيحه لكل واحد مننا، وحتى بدي نصيحه لنفسي عشان اقدر اوصل لاي هدف مهما كان، سواء صغير او كبير او مرحلي. لازم دايما اشوف انا فين ورؤيتي قدام، انا شايف نفسي فين فين، عشان اقدر اعمل التحفيز الذاتي لنفسي اقدر اكمل في المشوار بتاعي، عشان اقدر اولي الدافع. الدافع ده يخليني اقدر احقق الهدف اللي انا عايزه بالظبط. تمام. طيب هل في معوقات؟ اكيد في معوقات. طب المعوقات اللي احنا بنتكلم فيها دي، هل هي لو انا شخص ما عنديش الخبره الكافيه ممكن توقعني؟ اه ممكن توقعني، بس مجرد بس وجود الوقعه ديت وعرفت ان انا وقعت في دي عشان انا ما خططتهاش كويس، دي بتديني خبره ان اقدر اكمل الهدف، بس اروح بحته ثانيه من طريق ثاني. الطريق ده بالنسبه لي مسدود. مع حضرتك؟ حتى احنا عندنا في الدين الاسلامي لا يلدغ المؤمن من جحرين مرتين. طب لو انا دلوقتي عندي سبيسيفيك جول زي ما حضرتك قلت وخلاص محدده وكل حاجه ماشيه عليها تمام، بس برضو بيحصل بعض المعوقات او الضغوط النفسيه اللي هي بتعطلني ان انا اكمل للهدف ده، فازاي ان انا اتغلب على حاجه زي كده؟ يعني انا حاطط اهدافي وكاتبها وحاطط خطوات لكل حاجه، بس طبيعي ناس بيحصل لها بعض المشاكل او ضغوط نفسيه ايا كانت فما بتقدرش تكمل، بتكتشف بعد كده ان هي لا، الحاجات اللي انا محددها دي ما بتكملش بسبب بعض الضغوط النفسيه، فانا ازاي ان انا اقدر اتغلب على حاجه زي كده؟ حضرتك في نقطه لازم نتفق عليها دايما وقلنا هي شويه، هي ايه؟ انا دايما لازم احط صوره للهدف ده قدامي، صوره جميله جدا. يعني مثلا لو احنا خدنا لعيب زي كريستيانو رونالدو وواحد زي ليو ميسي، ميسي موهوب بالفطره وكريستيانو رونالدو هو لعيب عمل على نفسه، اشتغل على نفسه عشان يوصل للعالميه بالطريقه دي. فهو انا عمل ايه؟ في معوقات كتير طبعا اكيد. تمام. طب نجيب علينا احنا كاشخاص، احنا قلنا الخبره، الاستشاره، ان انا استشير اللي اكبر مني عشان اقدر اوصل للهدف، او على الاقل المعوق اللي انا وقعت فيه دوت، لا اشوف الناس الاكثر بخبره مني عملت ايه في الموضوع دوت، ازاي تواصلت، ازاي هي تخطت المرحله دي. طب هل انا وقفت عندها وقعت هقدر اقوم ولا لا؟ كل ده اللي هيقدر يساعدني فيه اصحابي طبعا، الاهل في المقام الاول، ومن هم عندهم الخبره في المجال اللي انا عايز اوصل فيه الهدف. زي مثلا احنا بنتكلم مثلا عن جزئيه الماجستير والدكتوراه في الدراسه، انا ليه باخد ماجستير ودكتوراه؟ ما انا اقول لك انا عايز اطلع دكتور في مثلا في مجال التربيه الرياضيه. طب انا عملت ايه؟ طب برضه هنقول تاني، يعني اللي عندك الامكانيات ان انت توصل لده، طب انت اشتغلت على ده، طب انت حطيت اهداف مرحليه ان انت مثلا تتفوق في مجال معين في العلم ده او في الجزئيه ديت. كل دوت الاجابات لازم نحطها. طب اجابه سؤال حضرتك ايه؟ اول حاجه لازم نعمل دائما وابدا تحفيز ذات لنفسنا، ويجب ان نتوقع دائما وابدا لازم يكون في معوقات، ولازم يكون في وقعات، ولازم يكون في ضغوط نفسيه. طيب انا دلوقتي هقول حاجه بسيطه جدا، انا عايز اسافر اسكندريه اصيف. طيب بس تمام. وبعدين هنشوف حضرتك قلت ايه. يبقى في فرق ما بين الهدف وفي فرق ما بين الامنيه. الامنيه مظبوط فعلا. الهدف لازم تتعب ولازم تقع ولازم تقوم، زي اديسون مخترع الكهرباء عمل طبعاً. ايه 999 محاولة فاشلة. لم يكن ولم فاشلة. فاشلة لم تكن فاشلة لم تكتمل او لم تعطيني النتيجة النهائية اللي هو هدفه الرئيسي. 999 محاولة سلم. بيقول يا فندم ان المحاولة الواحدة كانت بتستغرق منه من 3 اشهر ل 9 اشهر. تمام. معنى كده ان هو حاطط قدامه هدف، لازم الهدف يكون مكتوب، يكتبه بايديه، يحط خطواته بقدر الامكان، لازم يكون قدامه الصوره الجميله اللي في الاخر، هو في الاخر هيبقى عامل ازاي. صحيح. عشان يقدر ان هو يواصل ويقدر يكمل مهما ان هو وقع. مظبوط. بالنسبه برضه لبعض الناس اللي هي بتبقى من كتر الضغوط اللي عليها بتبتدي بتاخد قرارات، والقرارات دي احيانا في ناس بتندم عليها، امتى اتخذ القرار الصح واقول لا خلاص تمام انا هتخذ القرار ده وانا مطمن؟ في بعض الناس بتاخد وقت في اتخاذ القرار خوفا من الندم، ففي المواقف اللي زي دي انا اقدر اعمل ايه؟ يمكن دي اللي يقدر يجاوبنا عليها دكتور احمد، هو متخصص في الجزئيه دي تحديدا، فايه رايك يا دكتور في الجزئيه دي؟ طيب خلينا نقول ان لو في قرار انا هاخده هاخده امتى؟ في ازمه، في مشكله انا هاخد فيها القرار ده، ولا هو قرار هاخده في وقت طبيعي؟
من الطبيعي ان معظم القرارات اللي بناخدوها بناخدوها علشان في ازمه حصلت. ازمه بتحصل. طيب خلينا نقول دلوقتي لو في ازمه بتحصل ازاي اخد قرار وادير القرار ده بصوره طبيعيه. ادير يعني ايه؟ يعني ان انا ابقى منتظر لو حاجه حصلت اقدر اتعامل معاها، ولو حصلت بالفعل اتعامل معاها في الوقت ده. يعني لو في يوم من الايام هتحصل مشكله هقدر اتعامل معاها، فانا مستعد، ولو حصلت فانا اقدر اتعامل معاها في الوقت الحالي. فخلينا نقول المشكله في ان انا لما باجي اخد قرار انا عندي شقين. الشق الاول هو شق الازمه، انا عندي ازمه فعايز اخد فيها مشكله. فاحنا لو مثلنا الموضوع ده الاشخاص الطبيعيين بالمؤشر، انا مثلا طبيعتي ان انا هادي، فالمؤشر مثلا هنحسبه برقم 1. في حد تاني طبيعته ان هو عصبي فهنحسبه برقم 5. في حد تاني عنده تبلد فهنحسب رقم 0، المؤشر بتاعه في الصفر. فامتى ياخد القرار؟ لما يبقى المؤشر بتاعه مظبوط. انا دلوقتي اقدر اخد قرار. طب لو طلع المؤشر بتاعي لفوق، يعني ايه طلع لفوق؟ يعني لو جيت في يوم من الايام كنت غضبان وانا طبيعتي ايه؟ هادي. اذا المؤشر طلع لفوق، هنا ما ينفعش اخد قرار. لو انا طبيعتي هادي ومره واحده كنت غضبان متعصب في الوقت اللي المؤشر طلع فيه لفوق ده، ما اخدش قرار، اقف عن ان انا اخد القرار. طيب لو المؤشر بتاعي لو بدات اهدى شويه وانزل بالمؤشر، ابص تلاقي الافكار كتير جدا طلعت في دماغي، دماغي بدا ينتج افكار جديده تخليني اطلع من المشكله دي. دي بالنسبه للمشكله العاديه. في مشكله تانيه اللي هي ان انا اخد قرار وقت ازمه. ازاي اصلا بتيجي الازمه؟ القرارات السريعه. ازاي تيجي ازمه؟ لو احنا حللنا مراحل الازمه هنقدر بعد كده نقول انا اقدر اخد قرار في الوقت ده صح. بدايه عشان تيجي ازمه في مشكله. في مشكله. وبعد المشكله هيحصل اصلا المشكله نتاج حادث نمثل على الطبيعه. في حد من اعز الناس لنا توفى. حادثه حصلت. صح؟ حادثه حصلت. الحادثه دي من الطبيعي ان في مشكله هنا. ادي حادثه، بعد كده مشكله، بعد كده في ازمه، وفي النهايه ده للشخص الطبيعي هتحصل الصدمه. بص بقى احطها على شقين. في بعض الاشخاص اول ما بيسمع بالحادث حد توفى بتحصل له صدمه ويفضل محطوط في 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 البيئه دي، في او في العبايه او في الصدمه دي، يفضل مصدوم، ما يقدرش ياخد قرار، ما يقدرش يتعامل مع القرار، ما يقدرش ينفذ اي شيء. لو انطلب منه اي حاجه هو مصدوم. ده شخص غير طبيعي، لان ده مش الطبيعه اللي ربنا خلقها لنا. ايه الطبيعي او المفروض اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل مع الصدمه اللي حصلت دي ان في ايه حصل؟ حصلت حادثه. بعد كده مشكله. علشان احل المشكله صح لازم اساير المشكله. لازم اشوف المشكله عايزه او هي طالبه مني ايه؟ ابدا اساير المشكله. فهتحصل الازمه فهتعامل معاها بصوره صحيحه لان انا حليت المشكله، سايرت المشكله. فلما هتحصل الازمه هبدا اتعامل معاها، انا فكيت الشفره اللي فوق فهتعامل معاها بصوره بسيطه. فبعد كده لو حصلت الصدمه ده امر طبيعي. يعني انا ممكن يحصل المشكله اللي احنا قلناها من شويه دي فابدا خلاص المشكله حصلت، افضل طبيعي جدا، اتعامل مع الحادث، اتعامل مع المشكله، اتعامل وقت الازمه، خلص كل ده ادخل في صدمه. بس خلينا بس هنا نقول نقطه بقى. هل درجه التحمل طبعا بيعتمد على مدى الثبات الانفعالي لكل شخص؟ بالزبط. زي ان انا بقى ممكن ادرب نفسي على ان انا اتلقى الصدمات دي بشكل طبيعي، اقدر اتحكم فيها. كون ان انا اقدر ادرب نفسي على ان انا اتلقى الصدمات، مفيش كده. في حاجه اسمها خبره ومهاره. ماشي. ففي واحد من طبيعته ان هو بيتعامل مع المشكله بعفويه. في واحد من طبيعته ان هو لما بتيجي مشكله بيتعصب. ماشي. بس في واحد من طبيعته ان هو بيحاول يكتسب مهاره في انه لما تحصل مشكله يتعامل معاها صح. فانا لو دلوقتي بتكلم في ان ازاي اتعامل مع الازمه او المشكله، اقدر اكتسب مهاره جديده تخليني مثلا اتعامل مع المشكله صح. وده بتحصل كتير جدا في ردود الافعال، اتعلمنا كتير قوي
ان في وقت ممكن ترد سؤال بسؤال لو انت مش عارف الاجابه. صحيح. في وقت ممكن ترد الاهانه باهانه بدون ما تاثر على العلاقه اللي بينك وبين الشخص اللي قدامك. يعني في احد السجلات كان انا قرات فيها كان حاجه جميله جدا، كانوا ذكروا ان في بعض العلماء، ده كان شخص افريقي اسود، وكان الدكتور بتاعه في الجامعه كان من اللي هم الناس البيض، فهو دايما كان كل شويه يعمل استرس عليه، كل شويه يضغط عليه، كل شويه مستقصده. فجاء في يوم من الايام واتحط الطعام قدامهم، فبدا يقول ان الشخص الدكتور ده هو خلاص بقى حاطط الشخص ده قدامه، فبدا يقول ايه، ان ما ينفعش النسر والخنزير ياكلوا في طبق واحد. فبسرعه الشخص ده قام واقف قال له اذا استاذي ساطير بعيدا عنك. خدت بالك ايه اللي حصل؟ فهو اتعلم وزادت الخبره عنده انه ازاي يطلع من المشكله. تاني يوم كان حاول الدكتور برضه ان هو ياخد حقه، فبيسلم امتحانات، فاول ما جاي يسلم ورقه الامتحان للعالم ده فمضى وكتب كلمه غبي على الورقه. هو مش قاصد ان هو يعمل كده علشان يهين العالم ده. فاول ما كتب كلمه غبي اخذ العالم ده الورقه ورجعها للدكتور ده وقال له لو سمحت استاذي انت مضيت على الورقه قبل ما انا اجاوب على الامتحان. فمين اللي تهان؟ مين اللي قدر ياخد حقه في المشكله دي؟ اللي اتعلم واللي ازدادت خبرته على انه يطلع من المشكلات. فعلشان اطلع من مشكله لازم اتعلم خبره جديده، لازم اتعلم مهاره جديده. انا لما باجي اطلع على الستيج النهارده طلوع على الستيج مش زي امبارح، مش زي اول. صحيح. كل يوم بتزيد خبرتي معاه، فبقدر اتعلم حاجه جديده واقدر افيد بيها شخص تاني. صحيح. خلينا نقول ان كان عندنا قصه، القصه دي كانت جميله جدا، من القصص اللي انا قراتها، وهي مدى تاثر ثلاث حاجات بالنار او بدرجه الحراره. كان التلج وكان البيضه وكان البن. ازاي ان الـ 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 التلج لما ابتدى يتاثر بمؤثر خارجي وهي درجه الحراره ابتدى ان هو يسيح، ازاي ان ابتدى البن يختلط بالميه ويعمل يبقى ناتج واحد، وازاي ان البيضه اللي ابتدت انها كانت لينه ابتدت تنشف من تعرضها للنار. فكل انسان بيبتدي ان هو يختار، هل ممكن اكون زي التلج اسيح لما يحصل مشكله، ولا زي البن ابقى مر، ولا زي البيضه ابتدي ان انا اجمد واتماسك. فهو هنا اعتقد هو ده مدى قابليه كل انسان، لان الضغوط تخليه انسان قوي او تخليه انسان ضعيف. طيب خليني دلوقتي ارجع لدكتور الاستاذ اسامه واسالك، ازاي احدد هدفي بطريقه تخليني فعلا اقدر ان انا احدد الهدف ده؟ يعني خلينا نقول ان في تحديد هدف بيكون الهدف ده خيالي وفي هدف واقعي، ازاي ان انا اوصل لنقطه الهدف الواقعي اللي يجوز ان انا اقدر انفذه على ارض الواقع؟ احنا نتكلم دائما وابدا احنا بيكون لنا طموح. يعني انا في مرحله مثلا دراسيه معينه، المرحله ديت وفرضا الثانويه العامه، كلنا بنقول عايزين نجيب الدرجات النهائيه في الثانويه العامه. طيب ده يستلزم ان انا يبقى حاطط لنفسي مجال ان انا عارف ان انا هتعب، فاعمل ايه؟ اول حاجه يبقى انا لازم احدد الدروس اللي انا عايز اخدها، عايز احدد الوقت اللي انا هذاكر فيه، اللي انا هرتاح فيه، حاطط في دماغي اللي عشان اقدر اوصل للمستوى ده انا عايزه فعلا في مثلا الثانويه العامه، يبقى لازم اخلص في وقت قياسي بالنسبه لي 3 4 شهور 5 شهور عشان اقدر ان انا اوصل في المراجعه بتاعتي شهر واثنين وثلاثة. طيب هل ده برضو متاح لكل الطلبه؟ لا، بدليل ان معظم الاسر ومعظم الابهات والامهات ذاكر يا ابني، روح يا ابني، اعمل يا ابني. معنى كده هو ما عندوش الخبره، ما عندوش القابليه، ما عندوش حته اللي هو متصور. ولذلك دايما وابدا كنا بنقول لازم عشان تقدر تقول ان الهدف ده مظبوط لازم دايما وابدا تحط له صوره جميله تقدر توصلها في النهايه.
زي ما بقول انا نجحت في الثانويه العامه جبت 90% 100%. طيب هل كلنا عنده المقدره ديت؟ لا، مش كلنا عنده المقدره دي. عشان كده لازم انصح الشباب، اول حاجه لازم تحط لنفسك حاجه انت عايز توصل لها، اي شيء. ولذلك احنا قلنا في الاول انها عباره عن خط، زي خط مستقيم بدايه ونهايه. طب الخط المستقيم ده هيفضل مستقيم على طول؟ لازم يحصل فيه الضربات اللي في النص، لازم يحصل فيه الوقعات، لازم يحصل فيه جزئيه ان احنا مش قادر اوصل، زي ما حضرتك وضحت قبل كده. طب مش قادر اوصل هعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا مثال اسكندريه، انا وقفت مكاني خلاص، صح. ما خدتش اي خطوات. هو لازم دايما وابدا الخطوه. وخلي بالك من حاجه، دايما وابدا لازم ان احنا نكون الاهداف مرحليه. لان لو انا قلت مثلا انا حابب بطل عالم في كمال الاجسام، ده شيء غير واقعي. انما لو قلت انا عايز لياقتي تبقى عاليه جدا، وانا هبتدي اتدرب في المكان الفلاني الساعات الفلانيه في الايام الفلانيه عشان اوصل للمستوى ده، ممكن ساعتها اقول لك انا ممكن اوصل الاولمبياد مثلا في حته مثلا اللياقه البدنيه او العاب القوه كمان اكثر. انت خلاص وصلت للمستوى اللي يأهلك ان انت توصل لهدف تاني. تمام. طيب بالنسبه للناس، وبصراحه انا منهم، اللي هم فور اكزامبل يعني عندهم مثلا 3 اهداف او اكثر، فاللي هو انا مثلا عايز اشتغل في حاجه معينه وانجح فيها، ومع ده كمان في السنه دي عايز ان انا اتعلم لغه جديده، فمثلا انا بحب اقعد اكتب الاهداف اللي انا عايز اكتبها. ممتاز. فايه الافضل ان انا في بعض الناس يقولي لا انت الافضل انك انت تركزي على هدف واحد وتشتغلي عليه عشان تقدري توصلي له، ولا ان انا مثلا اقدر اشتغل على الثلاث اهداف او الاربعه اللي عندي واكمل عليهم، ايه الافضل في حاجه زي كده؟ طب اتفق اتفاق. احنا لا ننكر ان كل حياتنا اهداف. مظبوط. كل حياتنا. طيب دائما وابدا لازم نحدد الاولويات. طيب هل الوقت بتاعي يسمح؟ هل الشغل بتاعي يسمح لي العائد بتاعه ان انا اقدر امشي في 3 4 اهداف في نفس الوقت في نفس التوقيت؟ طب في حاله انه وفق وكل حاجه تمام، يبقى برضه اعمل اولويات وابتدي امشي فيها بخطوات. ودايما بيقول لستك ايه؟ خير الاعمال ادومها وان قل. يعني انا مثلا لو قلنا عاده القراءه، انا مش متعود على القراءه، فانا عايز اوصل لهدف ان انا اوصل مثلا القراءه السريعه. فانا عشان اوصل للقراءه السريعه كمثال، انا لازم الاول الكتاب اللي قدامي دوت احدده. يعني مثلا لو كتاب 100 صفحه، ادي لنفسي هدف في اول مره عشان اعمل القراءه السريعه ديت، اقول ال 100 صفحه دول انا هاخد كل يوم مثلا 25 صفحه في اليوم، يبقى انا كده هخلص الكتاب ده في 4 ايام. طب نفس الكتاب بنفس المستوى بعد مثلا 2 أو 3 أسابيع هخلص 50 صفحه في اليوم، ويلزم نفسه بده. وخلي بالك سيادتك من حاجه، احنا كلنا عندنا حاجه ربنا مديها لنا، حته الاراده. انت لو عايز تعمل حاجه هتعملها. صحيح. تمام حضرتك. فهنا حته الاولويات مهمه جدا، نحدد الاولويات بتاعتنا، اشوف امكانيات ايه، واشوف هل الوقت عندي يسمح وهل الامكانيات الماديه تسمح ولا لا. طيب الدكتور احمد، عايزين نسال حضرتك سؤال. هل الضغوط النفسيه فعلا ممكن تكون عائق في ان الانسان يقدر ان هو فعلا ينسى؟ يعني كتير جدا بيحصل لطلاب الثانويه العامه ان هو ممكن يكون مذاكر قوي، بس من ضغوط او من التوقع السلبي ان الامتحان هيجي سهل هيجي صعب، حتى لو الامتحان جه سهل بتلاقي ان هو ينسى كل المعلومات قبل ما يدخل الامتحان. فهل ده فعلا بيكون بسبب الضغوط؟ وازاي اقضي عليها؟ طيب خلينا نتكلم عن لعبه بسيطه بتحصل في المخ. اللعبه دي هي رد على سؤال حضرتك في ان ازاي بتحصل مشكله اللي هي مشكله النسيان. بيبقى انا من المفترض ان انا رايح حافظ كل حاجه، بس اول ما اوصل للامتحان بنسى كل حاجه. من الطبيعي ان انا عندي المخ بيتعامل بنظام الفولدر. يعني بيتعامل بنظام الفولدر، يعني دلوقتي انا عايز الماده العلميه المعينه في المكان كذا، بيتفتح فولدر في العقل اللي هو الانكونشس مايند، العقل اللاواعي، بيتفتح فولدر الماده العلميه، ابدا اجيب اللي انا عايزه اللي هي الذاكره طويله المدى. خلاص ما انا حافظ قبل كده، فدي اسمها الذاكره طويله المدى. ذاكره قصيره المدى انا يعني بتكلم معاك دلوقتي فلسه متذكر كل اللي بيحصل. اما الذاكره طويله المدى اللي بتبقى في الانكونشس مايند، انا دلوقتي لما اروح الامتحان بتتفتح الذاكره دي. طيب انت حضرتك قلت مشكله ان انا ببقى خايف فبنسى، فايه اللي بيحصل؟ الخوف فولدر هو كمان،
الخوف هو كمان فولدر. فاللي بيحصل دلوقتي ان فولدر الخوف بيتفتح مع فولدر الداتا العلميه، الماده العلميه بتاعتي. فايهما يطغى على الثاني، ايهما اللي مين اللي يفوز في مين الاقوى؟ الخوف. الخوف الخوف يفوز. فمين اللي الفولدر بتاعه هيتفتح؟ الخوف. فبص تلاقي فولدر الماده العلميه مفتوح بس مشوش. مشوش. فتيجي تلاقي السؤال ده انت عارف اجابته بس في نفس الوقت مش عارف تجمع السؤال بطريقه صح. اول ما هتنزل من الامتحان وتطلع رهبه الخوف تتذكر كل شيء. كل حاجة. ليه؟ لان فولدر الخوف قل. طب يتعاملوا بقى في الموقف ده ازاي؟ هل في طريقه معينه ممكن ان هو بقى يخلي كده فولدر الخوف يرجع ويبتدي ان هو يستعيد؟ طيب في خطا رهيب جدا بيحصل. انا لو تلاشيت الخطا ده اقدر اتعامل مع الموضوع ده بسهوله جدا. انا وانا داخل الامتحان مثلا، انت حطيت المثال على شاب داخل الامتحان، انا داخل الامتحان، انا طالع اتكلم على الستيج، انا طالع قدام تلفزيون، انا طالع اعمل اي حاجه. فوانا طالع لسه ما دخلتش الحاجه دي ببدا اقول لنفسي ما تخافش، ما تعملش، لا ما تخافش، مش هتقف بطريقه. ده اكبر غلط بيحصل، لان العقل اللاواعي ما يعرفش حاجه اسمها نفي. فانت هتقول له ما تخافش هو هيخاف. ما تقول له هتقول له ما تقراش هو يقرا، ما تعملش هو يعمل. لو قلت لحضرتك دلوقتي او لحضرتك ما تفكريش مثلا في الجمل، صوره الجمل طلعت قدامك غصب عنك. ليه؟ لان من الطبيعي ان العقل اللاواعي ما عندوش حاجه اسمها نفي، كل الممنوع مرغوب. هياخد ويفوز. فانت اول ما تقول لنفسك ما تخافش اعرف ان انت في دايره الخطر. طب عالج المشكله دي ازاي؟ ادي لنفسك حافز ان انا هقدر اعمل، هقدر انفذ. فالعقل اللاواعي هياخد الكلام ده وينفذه بدون ارادتك. يعني اخد الاثبات ما اخدش نفي. ما تاخدش نفي، لان هو هياخد النفي ويعمله اثبات. فانا من الطبيعي ان انا اقول لنفسي الحاجه اللي هتحفز انا هقدر انجح، انا هجيب مجموع كويس، ولو ما جبتش مجموع كويس فانا عندي هدف بديل زي الاستاذ اسامه كان بيتكلم فيه. انا مش هيهمني مشكله ان انا اجيب الدرجه النهائيه، مش هيهمني ان انا ابقى توب، انا عارف هدف وعندي هدف بديل وهقدر اعمل وهقدر اعمل وهقدر اعمل. حط لنفسك الكلمات الايجابيه اللي ما فيهاش نفي، هتلاقي نفسك طالع بدون خوف بدون رهبه. فولدر الخوف مش هنقول هيتلغى بس هيقل. صحيح. واول ما هيقل فالحاجه اللي انت رايح تعملها هي اللي هتضغط وتطلع لفوق والخوف هيقل. طب استكمالا بقى لكلام حضرتك في الحته دي تحديدا، ويمكن مشكله بيعاني منها كتير جدا وبتحصل لي انا شخصيا وقت فعلا ما بكون مضغوط، بيحصل نوع من انواع النسيان، او تحس كده ان الذاكره ضعفت شويه، في احداث بدات ان انا انساها، يعني ان انا قاعد بتكلم مع احد فانسى الحاجه اللي كنت بفكر فيها او الحاجه اللي هقولها. هل ده ليه علاقه فعلا بالضغوط وازاي ممكن ان انا احل المشكله دي؟ طيب ندخل في حته البرين، يعني نخش في حته الكيمياء بتاعه العقل، برين كيمستري. هنتكلم في حته ايه بقى؟ ان انا دلوقتي بيحصل عندي ان انا بنسى كتير، بقيت قلقان كتير بزياده، بيحصل عندي تشتت، ممكن تكون بتكلمني ناسي انت كنت بتتكلم في ايه، ممكن تقول كلام لمده ربع ساعه انا ما اتذكرش منه غير دقيقه واحده بس، اجي بالليل قلقان مش عارف انام. كل ده ايه اللي بيحصل عندي في كيمياء المخ او كيمياء العقل؟ بتحصل حاجه انا ممكن اكون بتجاهلها، لكن مهما تجاهلت فهي كده كده بتحصل، ومهما تجاهلت فهي غصب عني هتتم. ايه اللي بيحصل؟ من الطبيعي ان المخ بيفرز هرمونات، الهرمونات دي بتساعد وبتسمى نواقل عصبيه، بمعنى ان انا لو عندي ايد وايد تانيه عايز اوصل بينهم كهرباء هعمل ايه؟ هحط بين ايدي دي وايدي دي ميه ما مثلا، فده الناقل اللي بين الايد دي والايد دي. فالمخ برضو بيفرز هرمون بيسمى هرمون الناقل العصبي. طيب لو الهرمون ده اتفرز بصورة طبيعية ايه اللي هيحصل؟ الناقل العصبي هيتم بصورة مظبوطة، هتلاقي نفسك مدرك عادي، الذاكرة مظبوطة، مفيش اي مشكلة، هتيجي تنام هتلاقي نفسك بتنام. لكن احنا بنعمل مشكلة كبيرة جدا جدا، ومع زيادة التكنولوجي اللي بيحصل دلوقتي وشايفينه بتحصل المشكلة دي. ايه هي المشكلة؟ مشكلة ان انا ماسك الموبايل على الفيسبوك على الواتس اب وعايز انام، ده للأسف مش هيحصل. عايز ابعد ابني ودوشه ابني عني فبدله الموبايل علشان ارتاح شويه،
وللاسف انت بتدخله في 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 دايره الاعدام. انا بسميها دايره اعدام. ليه؟ صحيح. ايه اللي بيحصل؟ خليني دلوقتي عايز استرخي، عايز ارتاح علشان لما اجي انام انام بصوره بسيطه. زمان كنا بنعمل ايه؟ اي حد عايز ينام بيعمل ايه؟ بص لي هدى النور، غمض عينه، نام. في الفتره الاخيره دي زادت مشكلات التوتر، القلق، الاضطراب، الاكتئاب، الانتحار، شوف وصلت لحد فين. مش كده وبس، زاد عند الاطفال صعوبات التعلم، ضعيف التعلم، فرط التحرك، فرط الحركه، التشتت، ضعف الانتباه، وصلت لحاجات كتير قوي. ايه اللي بيحصل الكيمياء دي؟ ايه اللي بيحصل فيها في المخ؟ حاجه بسيطه جدا، لو انا تلاشيتها هقدر بسهوله ارد على الكلام بتاع حضرتك. اللي بيحصل كالتالي، ان من الطبيعي مثلا لو جاي انام بعمل عمليه استرخاء، ففي هرمون اسمه هرمون الميلاتونين، هرمون الميلاتونين. الهرمون ده من الطبيعي ان هو بيتفرز مع اخر اضاءه بتشوفها عينك. اول ما بتهدي الاضاءه بيبدا الهرمون ده بيفرز. دور الهرمون ده ايه؟ استرخاء، فنوم عميق. فمن الطبيعي ان هو اول ما هيعمل كده هيبدا ينظف، هو عباره عن فلتره للجسم، بينظف الجسم من جميع السموم اللي حصلت او جميع السموم اللي قابلته. عوادم السيارات دي سموم، المشكلات النفسيه دي سموم، الضغوط، الزعيق، كل ده عباره عن سموم بتخش جسمك. فدور الميلاتونين ده ان هو بينظف كل اللي بيحصل ده. فللاسف انت ما بتعملش كده. ده انت وطفلك الصغير بتلغي دور الميلاتونين وتزود هرمون تاني اسمه هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين ده بيعمل ايه؟ احنا بنسميه هرمون التحفيز. انت لو بتلعب كره ودخلت جون، كل اللي بتعمله بعد ما تدخل جون ده ناتج لافراز هرمون الدوبامين. واخد بالك الهيبره عامله ازاي؟ واخد بالك انت بتبقى عامل ازاي في الوقت ده؟ لما بتبقى فرح ده افراز الميلاتونين. فانت للاسف بتخلي ابنك الصغير او انت بتفرز هرمون الدوبامين وتلغي هرمون الميلاتونين. فانت بتلعب في كيمياء المخ. فما تجيش تقول لي ان انا هاجي انام والعب مثلا جيمز، هريح ابني بان انا اخليه يتفرج على التلفزيون. سيادتك انت بتعمل كده ضمور، او بتدمر الولد، او بتدمر نفسك بالبطيء. فلما تيجي تحط في حاله الاكتئاب انت اللي حطيت نفسك فيها. طب اعالجها ازاي؟ ان انا ارجع اوسطن الطبيعه، الدوبامين يتفرز في وقت، الميلاتونين يتفرز في وقت، هاجي انام الغي جميع المستثيرات او المثيرات اللي حواليك دي. انا هنا اقدر اتعامل بصوره مظبوطه مع مشكلات النسيان، التوتر، القلق، ايا كانت المشكله اللي بتحصل. طيب علشان المخرج بلغني ان وقتنا خلاص بينتهي، ممكن نسمع زي يعني رساله كده سريعه للساده المشاهدين ونصائح سريعه بتوجهوها في حلقه النهارده للساده المشاهدين. فهنبتدي بالدكتور. اول حاجه احنا قلنا بالنسبه للاهداف، اول حاجه لازم احدد هدفي بالظبط، لازم استعين بزوي الخبره لو انا ما عنديش الخبره الكافيه في تحديده، لازم يكون عندي اصرار وعزيمه ودائما وابدا احفز نفسي. ده عن طريق ايه؟ ده عن طريق ان انا دايما لازم اكون كاتب الهدف بتاعي، راسم صوره جميله ليه بتعبر عن الهدف ده في النهايه، وفي الاخر خالص يجب الاصرار والعزيمه على تنفيذ هذا الهدف. بعد ما احنا اتفقنا ان احيانا غصب عنه بيحصل نوع من التوتر او الخوف، بيجي في الاخر خالص الناتج عنها بيبقى جلد الذات. امتى هقول لا انا دلوقتي انا بجلد ذاتي، او ان انا دلوقتي بدي كلام سلبي ليا؟ ازاي اوقف حاجه زي كده في الموقف اللي انا فيه؟ طيب نرد بسرعه على الموضوع ده. امتى اقول ان انا بنتقد ذاتي وامتى اقول ان انا بجلد ذاتي؟ نقد الذات ده امر طبيعي ممكن يحصل اي حد. انا انتقد ذاتي ده امر طبيعي، ما فيش مشكله، انا عملت حاجه غلط، ممكن اقف قدام نفسي واقول لا انا عملت 1 2 3. امتى يتقلب نقد الذات لجلد الذات؟ لما انتقد ذاتي وما اجيبش حلول. اصبحت في مرحله جلد الذات، ان انا هقف قدام نفسي لا انا كنت غلط، لا انا ما ينفعش اعمل كده، وما اجيبش حل. طب انا ما ينفعش اعمل كده، اعمل ايه؟ انا ما بجيبش حل. اصبحت في مرحله جلد الذات. فبعد كده هيبدا انا نفسي متعود على كده. طب ننصح بقى الساده المشاهدين بايه سريعا علشان وقت حلقتنا؟ اي وقت او في اي فتره من الفترات لو جيت وقفت قدام نفسك وحاولت تنتقد ذاتك، اي مشكله تحصل لك حاول تجيب لها حل، علشان ما تحطش نفسك في بؤره جلد الذات.
دكتور احمد صبحي، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. استاذ اسامه محمد، بنشكر حضرتك على تواجدكم معانا النهارده، ان شاء الله تتجدد كده اللقاءات معاكم ونفتح موضوعات اكثر. فبنشكركم على كل المعلومات الحقيقه اللي طرحتوها خلال الحلقه النهارده. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، متواصلين معاكم اخر فقره معانا بعد الفاصل، وهي الصعيد. المبادره اللي احنا اطلقناها على صفحتنا على السوشيال ميديا، وابتدينا ندعي كل المواهب على مستوى المحافظات. اي حد عنده موهبه يا جماعه يبتدي يتواصل معانا، وهيكون ضيف معانا في اخر فقره في كل حلقه. هنطلع فاصل دلوقتي سريعا، وهنرجع نشوف فقرتنا في الصعيد ايه النهارده تحديدا من محافظه المنيا. تابعونا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية، وبننهي النهاردة حلقتنا بقى بفقرة المواهب. زي ما احنا قلنا لكل، وبنعيد تاني لكل اللي بيشوفنا دلوقتي، أي حد عنده أي موهبة أيا كانت إيه هي الموهبة، ابتدي يبعت لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، على صفحتنا اسمها ترند باسم البرنامج، وإحنا إن شاء الله يكون موجود معانا الحلقات اللي هي. الموهبة اللي عندنا النهاردة هي موهبة متميزة جدا في الإنشاد الديني، وهي الطفلة مروة صالح، صح كده؟ صلاح. مروة صلاح، اهلا بيك يا مروة. اهلا. عايزين سامعينا بقى كده، انت موهبتك في الانشاد الديني صح؟ عايزين بقى كده سريعا عشان وقت حلقتنا النهارده قرب يخلص، عايزين كده تسمعينا حاجه ليكي. اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سقرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء فيه
أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. يعني مروة موهبة طبعا عظيمة، وطبعا للأسف الشديد طبعا مروة طبعا جالنا من محافظة المنيا، قطعت ساعات طويلة جدا علشان توصل هنا عندنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، فكل التحية طبعا لمروة برغم مرضها الشديد وإنها عندها برد طبعا شرفتنا النهاردة. طب نسرين حابة تسمعي إيه تاني منها؟ يعني ممكن كده تسمعينا حاجة تاني بسيطة؟ ممكن تسمعينا حاجة تانية من اللي أنت محضراها؟ نسرق كده من المخرج دقيقتين بسرعة. وأجمل منك لم ترى قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كم سنة يا مروة؟ عندي 13. احنا بنحييك يا مروة وشرفتينا بجد في البرنامج، وان شاء الله كده تكوني معانا في فقرات أطول بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين وقتنا النهاردة للأسف مشي بسرعة جدا، كان نفسنا نكون موجودين معاكم أطول من كده، لكن إحنا فعلا كنا سعداء وأنا كنت سعيد يا نسرين بفقرات النهاردة بجد. كانت كلها مفيدة جدا، وريت نعمل بكل حاجة اتقالت من ناحية الفقرة الرياضية والنفسية وكل حاجة من الحاجات دي ان احنا نقدر نمشي عليها ونحدد اهدافنا وناخد خطوات ان احنا نحققها ونوصل للحاجة اللي عايزينها. واحنا بنوعد كل المشاهدين ان احنا دايما هنفضل كده متفردين وهنفضل متنوعين ما بين الاخبار الترند وما بين الفقرات المتميزة اللي بتجمع ما بين الفقرات الرياضية والدينية والترفيهية والفنية، وهيكون موجود معانا كمان نجم الفترة الحلقة الجاية لكن هنعلن عنه على السوشيال ميديا عشان ما نحرقش المفاجأة. قبل ما انهي الحلقة بأؤكد مرة تانية أي حد عنده موهبة يبتدي يتواصل معانا على صفحة البرنامج أو يتواصل معانا على أرقام البرنامج اللي هتظهر بعد شوية على الشاشة ويبتدي ان هو يتواصل معانا وان شاء الله يكون موجود معانا. كمان أي حد عنده مبادرة شبابية يبتدي يتواصل معانا ويبعت لنا صور، يبعت لنا الفيديو بتاع المبادرة وهي إن شاء الله يكون موجود معانا ضيف في البرنامج. دي كانت فقراتنا النهاردة، بنشكركم جدا جدا على تواصلكم معانا وعلى ونتمنى إن احنا كده نكون ضيوف خفاف عليكم كل مرة، واستنونا الحلقة الجاية إن شاء الله من الساعة 8 للساعة 10 بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم سعيد.